ايضا الاستاذه نيفين الطهري وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب. دكتور مساء الخير استاذه نيفين، ماذا نريد؟ تفضلي. اهلا وسهلا، مبسوطه بالمقدمه بتاعتك اولا جدا. شكرا. وانا عايزه اسالك ماذا يعني، حضرتك مشاركه في الجلسه الاولى، السياسات المطلوبه لتعزيز قدره الاقتصاد المصري على مواجهه الازمات، عايزه تقولي ايه؟ ايه اللي احنا محتاجينه في المرحله المقبله؟ ماذا نريد من هذا المؤتمر عشان نقول انه ناجح او ان هو ساعدنا في خارطه الطريق؟ بتهيألي هي كلمه خارطه الطريق دي وكيفيه تنفيذها هي اهم شيء. يعني كتير من الحاجات اللي بتناقش فعلا مطروحه وبقالنا بنتكلم فيها، وحياتك بتتكلمي فيها بقالك مده، وكل المعنيين بيتكلموا في الاقتصاد وفي المعوقات وكيفيه التيسير. فهي البدايه اوريدي بدات وبقالنا فتره بنشتغل عليها في حتت كتير، لكن ما هياش مجمعه في مكان واحد. والمكان الواحد ده هو يعني المؤتمر الاقتصادي ده هو بيلم زي ما حضرتك قلتي كل وزير بالحته اللي معني فيها، بحيث ان احنا نقدر نقول ازاي ممكن بقى نوفق كل ده وما يبقاش كل واحد بيشتغل في معزل عن الاخر، ونحقق بيها المحاور الاساسيه اللي هي بنقول تمكين القطاع الخاص، ازاي فعلا هنمكنه، والمده اللي حددت من فخامه الرئيس ورئيس الوزراء من 3 اشهر، ازاي هنوطن الصناعه وازاي هنزيد الصادرات، كل الكلام ده هو اللي هي المحاور اللي محطوطه علشان نخفض الدين وتنشيط البورصه وحمايه الاجتماعيه. كل واحده من دول هنطلع بيها بحاجه، بحيث ان هي نقول هو ده خارطه الطريق. واهم من خارطه الطريق اهم حاجه هي انا هنفذها ازاي، وهنفذها بمصداقيه ازاي، بمعنى ان انا عندي زي مانيوال كده بيقول لاي مستثمر انت لما هتخش مصر ادا 1 2 3 4. ما ينفعش ان انا يعني انا محتاجه اعيد الثقه في الاستثمار بان انا بتكلم لغه واحده. وانا بيتهيألي هو المؤتمر الاقتصادي ده لما يطلع بده هو ده اهم حاجه هيطلع بيها. طيب معلش، الناس ممكن تتفرج علينا تقول لك يعني معقوله كل ده؟ احنا عمالين تكلموا على اصلاح اقتصادي 2016، اصلاح اقتصادي هيكلي مستمر، خطه الحكومه لكذا، كل ده ما وصلتوش لخارطه الطريق؟ هل احنا محتاجين مؤتمر اقتصادي عشان نوصل لهذا الامر؟ بتهيالي ان المره دي احنا محتاجين ان يبقى عندنا كلنا تحت زي ما بنقول قبه واحده، ومعانا جميع ممثلي اللجان الاقتصاديه او الاكونوميك كوميتي من الحكومه، بحيث ان احنا نقول اهو بقى دي اخر حاجه. واهم ما في الموضوع ان دي مناقشه محوريه متواجد فيها من هو من احزاب من خارج الحكومه ومن خارج ويمثلوا جميع الفئات، بحيث ان هذا الحوار ما هوش حوار او حدي، لا ده في مناقشه، وفي الاخر بنطلع بيها يمكن زي ما الدكتوره هبه كانت بتقول من شويه نطلع بيها بالاوتكم، ازاي نقدر ان احنا كلنا بنتكلم نفس اللغه وازاي كلهم يتربطوا مع بعض. يعني احنا شفنا اللي حصل من فبراير اللي فات لما طلع قرار واحد بفتح الاعتمادات المستنديه وقفت الدنيا كلها، لان احنا عندنا الصناعه وكله متداخل في بعض، يعني ما فيش حاجه واحده مش معتمدة على الأخرى. سيادة النائبة، هل القطاع الخاص هيجي يقول مشاكله ويقدم حلول بجرأة وشفافية، ولا هيقول كلام بصراحة يعني زي الكتب كده بيانات؟ لا هيقول بجرأة وشفافية. وكمان هو كان في سابق اجتماعات على مستوى عالي مع المستثمرين، بحيث ان هم يقولوا كل اللي عندهم
فهي زي ما بقولك، هو احنا مش بنبتدي من النهارده. هو في يعني الاصلاحات الهيكليه من 2016، في حاجات كتير اوريدي دكتوره اتعملت هاله فعلا. كانت نعم ماسكاه اتعملت، بس ازاي اطبقها بحق وحقيقي؟ ازاي اقدر اقول ان قانون العمل النهارده اللي بيعتبر من احد الحاجات اللي بتوقف المستثمرين، يبقى لازم يكون شكله ايه عشان اجيب المستثمر، وفي نفس الوقت طيب ما اجيش على العامل. كويس حضرتك ذكرتي ده، فسريعا 3 حاجات تريد نيفين الطهري النائبة واللي هي بتشتغل مع القطاع الخاص أن تخرج بها من هذا المؤتمر. أولا إن أنا أستغل الفرصة التنافسية لمصر اللي يمكن لن تسنح لنا مرة أخرى، باستغلال إن أنا أحط كيف أيسر القواعد الموجودة. ثانيا إن أنا إزاي أتكلم مع الشعب بمصداقية، بان انا ما افضلش اغير قواعد وقوانين وما اطلعش بقانون يتطبق في 24 ساعة، وثالثا ان انا احط نفسي مكان هذا المستثمر. المستثمر عنده صح، 20,000 حتة يقدر يستثمر فيها، ليه يجي مصر؟ ليه يجي مصر؟ ولازم اخليه يجي مصر. صحيح. شكرا سيادة النائبة نيفين الطهري وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.